سبرنت ريفيو، وهي فكره ان احنا بنشوف ايه اللي طلع من السبرنت، نقعد مع البرودكت اونر او مع البرودكت ستيك هولدرز او مع الكاستمر، او نجيب حد من اليوزرز لو احنا شغالين على برودكت ونعرض لهم، نعمل لهم ديمو عن الحاجات اللي خلصت دون، وناخد الفيدباك بتاعهم ونبدا ان احنا نحط الفيدباك ده تاني في الباك لوج على حسب البريوريتي بتاعته. يعني مثلا ان احنا خلصنا الجزء بتاع سند ايميل وريسيف ايميل وسند ار تي اف ايميل، فكده بقى عندي بيزك ايميل كلاينت. نجيب بقى البرودكت اونر نقعد معاه ناخد فيدباك، ممكن يقول لنا اه والله الحته دي مهمه، بس انا دلوقتي شايف ان ادنج صور بقى مهم جدا. طيب يبقى احنا ايه، خلاص يبقى احنا هناخد معانا المره الجايه ادنج الصور. مثلا شايف ان هي سند، بس لازم تدي نوتيفيكيشن بعد ما السند يحصل. يعني احنا كنا بنعمل سند وخلاص هو اشتغل صح، بس اليوزر ما كانش بيحس بحاجه. جه البرودكت اونر مش شاف الكلام ده، قال يا جماعه بس احنا محتاجين نوتيفيكيشن لما الايميل يبقى سند. فابقى خدنا حته كده ايتم صغير في الباك لوج، نوتيفيكيشن لما سند سكسسفول. مثلا لو ستاند مش سكسسفول، فبرودكت اونر يقول لك لا بس الايرور اللي طالع ده مش واضح، خلينا نكتب ايرور بشكل مختلف. ده اجزاء من الفيدباك على بريوريتي اتغيرت، على مثلا ان احنا قلنا طب خلاص يا جماعه احنا هنأجل موضوع الكالندر شويه، خلينا نركز على الايميل ونعمله في كل الفيتشرز بتاعته. ده ممكن يكون بريوريتي اتغيرت. دي نوعيه الحاجات اللي ممكن تحصل في السبرنت ريفيو. تمام، ما حابه تضيفي حاجه؟ يس اولا فكره ان احنا يا جماعه احنا هنا كلنا كان البرودكت اونر زي ما اتفقنا ان هو شغال معايا ديورنج السبرنت طول الوقت، فما ينفعش خالص، او من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، ما يكونش اول مره يشوف البرودكت بتاعي او البرودكت انكريمنت وقت السبرنت ريفيو. هو المفروض يكون شايفه معايا طول الوقت ديورنج السبرنت. احنا هنا كلنا از تيم بنعمل ديمو للستيك هولدرز ولينا احنا، علشان نقدر نشوف زي ما منى كانت بتشرح كده ايه احنا وصلنا لحد فين، والديسكشن ممكن تطلع لنا مثلا بالظبط تشينجز تانية ممكن احنا نضيفها في البرودكت باك لوج. فده بس جزء مهم قوي، ان في تيمز بتقع في التربايه بتاعت ايه احنا شغالين لوحدنا كده بعيد خالص، ويوم الريفيو هنفرج البرودكت اونر. لا، البرودكت اونر از وان اوف the team members اللي دايما موجود معايا، ان انا لو عايز رايه في اي حاجه اقدر افرجها له، حتى لو على الديف انفايرمنت. مش بنتظر لحد ما اخلص ديفلوبمنت وتستنج، وممكن مثلا في ناس بتنزل على ستيجنج وتست تاني على ستيجنج وبعدين بقى افرجه في الاخر خالص. يبقى لا طبعا، دي حاجه مهمه قوي يا جماعه. انا اعرف بس في الاخر ده بيبقى كل حاجه done. يعني انا ممكن اخد راي كل في حته حاجه صغيره ده معايا بتقول ودي مهمه، انا يعني في لو الاخر في حاجه هفرق. لو في حاجه يس لو في حاجه يتكلم فيها اكيد طبيعي ان هو ممكن يتكلم فيها، بس انا قصدي ما انا عارفه ان التيمز اللي هي بتيجي بقى تفرجه في الاخر خالص دي حاجه غلط، حتى لو هتفاجئ البرودكت ان اونر احنا بتاعك. في حته تانيه. يس طيب تمام، نيجي بقى لاخر جزء في السبرنت. احنا المفروض كده خلصنا الشغل بتاع السبرنت، فبقينا عارفين خلصنا ايه وما خلصناش ايه، وايه اللي جوه وايه اللي بره، والديفينيشن بتاعنا معروف وكل حاجه تمام.